احنا اليوم بالاكاديميه مو بس نعلم البنات والاطفال والشباب على الدفاع او الفنون القتاليه، وانما على انضباط النفس، على التعلم شلون نتصرف بالمواقف الصعبه، شلون يكون عندنا الشجاعه الكافيه حتى نتفاعل او نتاقلم ويا اي موقف ممكن يمر بينا. تعرضت لأكثر من موقف وأني بالجامعة أو بالإعدادية، أنا ما قدرت أحكي، ما قدرت أجاوب، ما قدرت أخذ رد فعل تجاه الشخص اللي تحرش أو اللي حكى وياي. بعد ما انضميت الأكاديمية أنا لاحظت فرق كلش كبير. هم تعرضت لهيك مواقف كانت صعبة بالنسبة لي، بس اللي همني واللي خلاني أكون فخورة بنفسي وفخورة باللي دنسويه هنا هو أنه فعلاً ديجيب نتيجته، هو اني قدرت اجاوب، قدرت اني استخدم الفنون الدفاعيه اللي تعلمتها وضربت الشخص اللي تعدى، خلينا نقول على الحدود الشخصيه اللي انا مخليتها. الله